Hello dear students first secondary students today we are going to study lesson 2 in trigonometry branch which is talking about systems of measuring angle we are going to study two systems the first is called degree measure and the second is called radian measure what about the degree measure The degree measure is divided into degrees, minutes, and seconds وده كلنا عارفينه من prep stage عارفين أن الديجري degree equals 60 minutes minute equals 60 seconds For example لو أنا عندي angle The measure of it is 35 degrees, 24 minutes, 42 seconds بنكتبها إزاي mathematically؟ بنكتب 35 وبنحط علامة degree اللي احنا شايفينها ديت 24 minutes ودي علامة المينتس الداش الصغيرة دي 42 seconds وعلامة السكند دبل داش زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا. Example write in degrees minutes and seconds 45.18 degrees يعني الانجل اللي عندي دي مديها لي بالديجريز بس زي ما احنا شايفين وعايز اكتبها بالديجريز والمينتس والسكندز وي كان دو ذات باي يوزنج كالكليتر ازاي بكتب على الكالكليتر 45.18 وادوس ايكوال في عندي بوتن على الكالكليتر عليه 3 كومز بالشكل ده بدوس عليه وبعد كده بدوس ايكوال بيطلع لي الريزلت ذا ريزلت ويل بي 45 ديجري 10 مينتس 48 seconds تعالوا بقى نشوف ازاي بنعمل العكس زي الاكزامبل اللي قدامي ده بيقول لي رايت ان ديجريس 22 ديجري 36 مينتس 48 سكندز عايزني اكتب الانجل دي اللي هو مديهالي بالديجري والمينتس والسكندز عايزني اكتبها على شكل ديجريس بس برضه بايوزين كلكليتر بكتب الكلام ده بقى ازاي على الكلكليتر بنكتب 22 وبدوس على البوتن اللي عليه كومز وبعد كده بكتب 36 وبدوس على البوتن اللي عليه كومز وبدوس بعد كده او بكتب 48 وبدوس على الزرار اللي عليه كومز وبعد كده بدوس ايكوال وبدوس برضو على البوتن اللي عليه كومز زي ما احنا شايفين من ترتيب الستبس اللي, اللي قدامنا دوت الريزلت هتبقى 22 and 45 over 75 degrees يبقى انا كده حولت الانجل اللي كان مديها لي بالديجري والمينتس والسكندز حولتها لديجريز بس تعالوا بقى نشوف الراديان ميجر يبقى كده الديجري ميجر مش حاجه جديده علينا خالص دي حاجه كنا خدناها في بريب ستيج وبنراجع عليها نشوف بقى السيستم اوف ميجرنج اللي معانا النهارده وزي ما احنا كده شايفين اسمه راديان ميجر لو انا عندي انجل الانجل اللي قدامنا دي اللي انا بشاور عليها الفيرتكس of the angle D is the center of the circle which is M وعندي التو سايدز ده radius وده radius والارك الاوبوزيت للانجل دي اللينث بتاعه L الانجل دي هنسميها سيتا اليونت اوف ميجرنج في الراديان ميجر اسمها راد يعني في الديجري ميجر كان عندنا ديجري وكان عندنا مينتس وكان عندنا seconds لكن هنا اليونت اللي معانا اسمها راد عشان كده الانجل زي ما احنا شايفين مكتوب عليها سيتا راد طيب ازاي بقى بنجيب الميجرنج اوف الانجل دي بكل بساطه السيتا راد ايكوال اللينث اوف الاوبوزيت ارك اوفر اللينث اوف الريديس يبقى انا لو عايز اجيب ميجرنج الانجل دي مش هنعمل زي زمان في برايمري كنا بنجيب بروتراكتور وبنحط السنتر بتاع البروتراكتور عند الفيرتكس ونقيس الانجل لا في رول بجيب بيها الانجل بالراديان ميجر تاني

Find the radian measure هو حدد لي هو عايز ال radian measure of the central angle which subtends an arc of length L in a circle of radius length R if number one the length of the arc equal 15 and the length of the radius equal 10 cm number two the length of the arc equal 2 pi over 3 cm and the radius equals 6 cm طبعا عشان اجيب الراديان ميجر للانجل هستخدم الرول اللي قدامي ديت الريكوايرد دي هنا ان انا اجيب الراديان ميجر لكل سنترال انجل ومديني في كل جيفن اللينث اوف الارك واللينث اوف الريديوس هنستخدم الرول اللي احنا قلناها فوق مع بعض سي تراد ايكوالز ال اوفر ار وبكل بساطه هنعمل 15 اوفر 10 الريزلت هتبقى 1.5 ما ننساش نكتب اليونت اوف الانجل وعندنا في الراديان ميجر اليونت بتاعتنا بنكتب راد زي ما احنا شايفين نمبر 2 نفس الكلام سيتا راد ايكوالز ال over r ال عندي المره دي 2 باي اوفر 3 فهحط هنا مكان ال 2 باي اوفر 3 وال 6 باي using كالكليتر وطبعا الباي هنا عندنا ليها بوتن على الكالكليتر او نكتبها 3.14 او 22 over 7 as you like تمام الريزلت ابروكسيمتلي ويل بي 0.35 راد ريمارك لو بصينا كده على التراينجل ده هنعمل حاجه زي الماجيك تراينجل اللي كنا بناخدها في برايمري انا عندي الرول الاصليه اللي احنا لسه واخدينها بتقول ان سيتا راد ايكوال ال على ار فممكن اعمل ماجيك تراينجل بالشكل ده واحط هنا السيتا راد ايكوالز ال اوفر ار طب احنا بنعمل التراينجل دوت ليه؟ عشان هنستنتج رولز مع بعض دلوقتي اقدر اجيب بيها اللينث اوف الارك واقدر اجيب بيها اللينث اوف الريديوس. طب لو انا عايز اجيب اللينث اوف الارك طبعا ده جنب ده فاعمل لهم ملتبلاي يبقى ال ايكوال ثيتا راد تايمز ار. طب لو عايز اجيب الار هحط صباعي كده على الار هيبقى ال اوفر ثيتا راد. يبقى كده عندي 3 رولز اقدر اجيب الثيتا راد او ال -L أو ال او الار. ناخد اكزامبل نمبر 1 فايند ذا لينث اوف ذا ارك يبقى الريكوايرد المره دي هو ال L يا ريت لما يقول لي كده فايند ذا لينث اوف ذا ارك احطه فوقيه كده ال عشان وانا بحل ابقى عارف ايه الريكوايرد ان ا سيركل اوف radius لينث 8 يبقى ده كده radius ب 8 اف ذا ميجر اوف ذا سنترال انجل subtended by 8 is 7 باي over 12 احنا قلنا ايه الريكوايرد ال ايه الرول بتاعت ال ال سي راد تايمز ار فهقول سينس ان ال ايكوالز سي راد تايمز ار ايكوالز نعمل ريبليس السي راد اللي هي الانجل اللي مديني الميجر بتاعها 7 باي اوفر 12 تايمز الريديوس كان مديهولي ب 8 ابروكسيمتلي ايكوال 14.7 سنتيمتر ده كده اللينث اوف الارك انذر اكزامبل نمبر 2 فايند ذا لينث اوف ذا ريديوس يبقى الريكويرد المره دي هو الريديوس of the circle in which a central angle of measure 9 pi over 8 is drawn subtending an arc of length 24 cm احنا قلنا ال required هو ال radius طب ما ادي ال rule اللي اقدر اجيب بيها ال length over radius اللي هي r equals l over theta rad هعمل substitution هقدر اجيب ال radius ال arc أي اللي هو في اخر البروبلم ان ارك of length 24 فهحط مكان ال 24 ومكان الباي هحط 9 باي اوفر 8 وبدل ما اكتب 24 اوفر 9 باي اوفر 8 ممكن اكتبها على شكل ديفايدد بالشكل ده 24 ديفايدد 9 باي اوفر 8 by using calculator كلكليتر الريزلت ويل بي 6.8 سنتيمتر نشوف حاجه جديده معانا في الدرس بتاعنا ذا راديان انجل It is a central angle in a circle subtends an arc of length equals the radius of this circle. The unit of measuring angles in the radian measure is the radian angle. لو بصينا على الفيجر اللي قدامي ده عندي هنا central angle وال central angle دي subtends an arc of length L زي ما احنا شايفين والradius عندي هنا السيمبل بتاعه R بس لاحظ ان الradius واللينث اوف الارك عليهم نفس الساين يبقوا دول كده ايكوال اللينث لينث طب لما اجي اجيب الميجر اوف السنترال انجل دي بالرول بتاعتنا انا عندي سيتا راد ايكوالز ال اوفر ار واللينث اوف ال ال ايكوالز اللينث اوف الار في الحاله ديت هيبقى السيتا راد ايكوالز 1 ال1 ده كده يا جماعه هو اليونت اوف الميجرنج انجلز في الراديان ميجر ريمارك If the length of the radius of a circle is the unit يعني ايه اللينث اوف الريديوس از ذا يونت يعني اللينث اوف الريديوس ايكوالز 1 ممكن يكون 1 سنتيمتر ممكن يكون 1 متر ممكن يكون 1 كيلومتر اند سو اون ذن ذا سيركل از كولد ذا يونت سيركل اوكي وفي الحاله ديت هيبقى الثيتا راد ايكوال ال بس لان احنا عارفين ان الثيتا راد ايكوال ال اوفر ار والار ايكوالز 1 فال اوفر 1 ايكوالز ال فور اكزامبل ان ذا يونت سيركل the central angle that subtends an arc of length half pi unit length يعني انا عندي unit circle وعندي في unit circle دي central angle الارك اللي قدام ال central angle half pi عايز اجيب ال radian measure احنا قلنا في ال unit circle عشان اجيب ال theta rad equals l على طول لان قلنا بيبقى ال radius equals 1 فعشان كده ال radian measure معانا هيبقى half pi over 1 اللي هي half pi rad by using calculator it will be approximately equal 1.57 rad طب هل فقه في relation بين الradian measure والdegree measure؟ آه، تعالوا نشوف كده مع بعض. The relation between the degree measure and the radian measure. The rule اللي بحاول بيها من الdegree measure للradian measure هي x degree over 180 degree equals θ rad over π. نشوف example ازاي بنستخدم الرول rule ديت. Find the radian measure of 75 degree 32 minutes 15 seconds. يعني هو كده مديني الانجل زي ما احنا شايفين بالديجري ميجر وعايز نجيب الانجل بالراديان measure الرول طبعا بتاعتنا بقدر احول بيها من الديجري ميجر للراديان measure والعكس في اول ستيب بنكتب الرول اكس ديجري اوفر 180 ديجري ايكوال سي راد اوفر باي وبنعمل ريبليس. طيب انا عايز اجيب ايه؟ الراديان measure يعني انا عايز كده السيتا راد هنعمل كروس ملتيبيليكيشن هتبقى السي راد ايكوالز اكس ديجري تايمز باي اوفر 180 هنعمل ريبليس في الرول طبعا الاكس ديجري اللي هو مديها لي في الجيفن 75 ديجري 32 مينتس 15 سكندز وبا يوزنج كلكوليتر الريزلت اللي هتطلع لي هي 1.318 يبقى دي كده الانجل بالراد أو الأنجل في الراديان ميجر. Another example find the degree measure of 6.65 rad يعني الكويستشن المرة دي بالعكس هو مديني الأنجل بالراد وعايز أجيبها بالديجري ميجر بنفس الرول بكتب الرول زي ما احنا كده شايفين والمرة دي أنا عايز أجيب x ديجري هعمل برضو كروس ملتبليكيشن هيبقى الـ x ديجري equals سيتا راد times 180 over pi by substitution مكان السيتا راد هحط 6.65 وبا يوزنج الكالكليتر هنطلع الريزلت بالديجري والمنيتس والسيكندز ات ويل بي 381 ديجري 1 minute 1 سكند ريمارك اف ذا راديان ميجر اوف ان انجل ايكوالز باي راديان يعني انا عندي انجل الميجور بتاعها بالراديان ميجر باي. Then the degree measure of this angle. هعمل ايه؟ بستخدم الرول انا عندي x degree equals c times 180 over باي. مكان ال θ هنا هحط باي فهيبقى عندي باي times 180 over باي. طب ما هي الباي دي هتتكنسل مع الباي دي، هيبقى لي 180 degree. دي كده الريزلت. يبقى نستنتج من كده ايه؟ ان انا لو عندي انجل في الراديان ميجر الميجر بتاعها باي لما حولناها لديجري ميجر الميجر بتاعها 180 ديجري عشان كده هنقول ان الباي ان راديان ايكوالز 180 ديجري ان ديجري طب الكلام ده هيفيدني بايه تعالوا كده نشوف اكزامبل لو انا عندي انجل 3 اوفر 5 باي ده كده الراديان ميجر اوف الانجل ازاي احولها لديجري ميجر كل اللي احنا هنعمله مكان الباي هنحط 180 ديجري لان احنا لسه قايلين ان الباي ان راديان ايكوالز 180 ان ديجري وباي يوزن كالكليتر 3 اوفر 5 تايمز 180 equals 108 ديجري لو انا عندي برضو حاجه زي كده 2.4 باي ازاي احولها لديجري ميجر هنحط مكان الباي 180 ات ويل بي 2.4 تايمز 180 ايكوالز 432 degree. Another example, determine the quadrant in which the directed angle of each of the angles whose measures are as follows lies. وزي ما احنا شايفين مدينا 2.02 rad, negative 7.3 rad, 5 over 4 pi. عشان احدد الكوادرانت اللي موجوده فيه الانجل لازم احولها من الراد ميجر للدجري ميجر او من الراديان ميجر للدجري ميجر وطبعا احنا عرفنا ازاي بنعمل الكلام دوت في الاكزامبلز اللي فاتت عشان كده اول حاجة مكتوبة عندي في السوليوشن to determine the quadrant find the degree major firstly طب يلا كده عايز اجيب الـ x degree الرول اللي هنستخدمها سيتا راد تايمز 180 over باي. مكان السيتا راد هحط the value of الديجري بالراديان اللي هي 2.02 و كلكوليتر الريزلت ات ويل بي 115 ديجري 44 مينيت 15 سكند طب ده كده انهي كوادرنت طبعا الانجل اللي عندي اللي هي بـ 115 ديجري بيجر ذان 90 وسمولر ذان 180 يبقى احنا كده في السكند كواد يبقى كده الانجل اللي هي 2.02 راد برضه لايز ان ذا سكند كوادرنت نمبر 2 برضو هحول الانجل من الراديان ميجر للدجري ميجر هنعمل نيجاتيف 7.3 تايمز 180 اوفر باي وباي يوزن كالكليتر دي الريزلت اللي هتطلع لي اللي هي نيجاتيف 418 ديجري 15 مينتس 33 سكندز هل دلوقتي اقدر احدد الكوادرانت تعالى كده نفتكر من ليسون 1 كنا قلنا عشان احدد الكوادرانت اللي فيه الانجل لازم تبقى عندي البوزيتيف ميجر اوف الانجل هعمل إيه؟ هعمل الـ resulted angle اللي طلعت لي دي plus 360. الـ هتبقى negative 58 degree 15 minutes 33 seconds. لسه برضه بال أعمل plus 360 تاني. الـ اللي هتطلع لي زي ما احنا شايفين 301 degree 44 minutes 27 seconds. طبعًا كده الانجل زي ما احنا شايفين عندي البوزيتيف positive measure أقدر أحدد الكوادرنت والانجل اللي عندي دي bigger than 270 وسمولر than 360 يبقى الانجل دي في الفورث كواد طب مين الاوريجينال انجل بقى اللي كانت عندي في الكويستشن اللي هي نيجاتيف 7.3 راد برضو تبقى الانجل دي موجوده في الفورث كوادرنت اخر اكزامبل معانا 5 over 4 باي احنا قلنا لو مديني انجل بالشكل ده في الراديان ميجر عشان احولها للdegree ميجر على طول بنحط مكان الباي 180 فعشان كده زي ما احنا شايفين هنعمل 5 over 4 times 180 equals 225 degree والأنجل طبعا طلعالي بالبوزيتيف ميجر فأقدر أحدد الكوادرانت على طول والأنجل دي bigger ذان 180 وسمولر ذان 270 يبقى دي كده في third كواد ويبقى الأنجل الاوريجينال اللي هي 5 over 4 باي برضو lies in the third Quadrant. We're going to start with very important remark related to the last example we solved in the previous part The remark says the quadrant in which a directed angle of known radian measure could be known without converting it to degrees using the opposite figure. Ya ni the angle for radian measure مش لازم احولها للدجري ميجر عشان اعرف هي في انهي كوادرنت. تعالوا كده نبص على الفيجر اللي قدامنا عندي في الفيرست كواد لو الانجل طبعا هنسمي الانجل سيتا راد لو الانجل بيجر ذان زيرو وسمولر ذان باي اوفر 2 والباي هنا طبعا طالما انجل قال لي ان الانجل بالراد يبقى الباي هنا الفاليو بتاعتها اللي هي على الكالكليتر اللي هي 22 اوفر 7 او 3.14 تمام لو الانجل بالراد بيجر ذان 0 وسمولر ذان باي اوفر 2 يبقى كده الانجل في الفيرست كواد طيب لو الانجل اللي مديها لي بالراديان ميجر بيجر ذان باي اوفر 2 وسمولر ذان باي وقلنا هنا الباي اللي هي الباي اللي على الكالكليتر مش اللي ب 180 هيبقى كده الانجل في السكند كواد لو هي بيجر ذان باي اوفر 2 وسمولر ذان باي طب في الثيرد كواد لو الراديان ميجر او الانجل اللي عندي بالراديان ميجر بيجر ذان باي وسمولر ذان 3 باي اوفر 2 يبقى كده الانجل في الثيرد كواد واخر حاجه الانجل في الفورث كواد لو هو مديها لي بالديجري ميجر والميجر بتاعها بيجر ذان 3 باي اوفر 2 وسمولر ذان 2 باي يبقى كده الانجل في الفورث كواد نشوف كده اكزامبل على الكلام دوت بيقول لي هنا ذا انجل هوز ميجر 5 over 4 باي ان the last اكزامبل lies in the third quad ليه؟ انا عندي 5 over 4 باي لو حولناها لميكسد نمبر هتبقى 1 اند كوارتر باي وزي ما احنا عارفين 1 اند كوارتر باي هتبقى الانجل كده بيجر ذان باي وسمولر ذان 3 باي اوفر 2 عشان كده هنقول ان الانجل في الثيرد كوادرانت exercise complete number 1 the angle of measure 5 pi over 3 lies in و space و يعني عايزني أحدد الأنجل دي في أنهي كوادرنت إحنا هنا ممكن نتعامل مع الباي بالديجري ميجر وطبعاً نحط مكان الباي 180 فهتبقى الريزلت 5 times 180 over 3 equals 300 300 يبقى كده الأنجل اللي عندي في الفورث fourth quadrant 2 the angle of measure negative 6.4 rad lies in which quadrant طبعا هنا الانجل مديها لي بالراد بس مديها بالنيجاتيف ميجر لازم نحولها للديجري ميجر عشان نقدر نحدد هي في انهي كواد الرول اللي احنا كنا بنستخدمها اكس ديجري اوفر 180 ديجري equals ثيتا راد اوفر باي طب انا عايز اجيب الانجل بالديجري هتبقى الاكس ديجري equals هنعمل كروس Multiplication ثيتا راد تايمز 180 اوفر باي وبعد كده هنعمل ريبليس مكان السيتا راده هنحط نيجاتيف 6.4 تايمز 180 اوفر باي الريزلت ويل بي ابروكسيمتلي ايكوال نيجاتيف 366 ديجري 41 مينيت 35 seconds طبعا الانجل دي كده هنا بالنيجاتيف ميجر لازم احولها للبوزيتيف ميجر عشان اعرف هي في انهي كوادرانت فبنعمل بلس 360 By using calculator, the result will be negative 6 degree 41 minutes 35 seconds. طبعا برضو الانجل اللي طلعت لي دي اهي بالنيجاتيف هعمل بلس 360 تاني هتطلع لي الانجل زي ما احنا شايفين وطبعا دلوقتي اقدر احدد هي في انهي كواد. الانجل هنا عندي 353 degree دي, دي كده bigger than 270 وسمولر than 360 يبقى كده الانجل في الفورث كوادرنت. Another example. Choose. The angle of measure 25 pi over 9 lies in which quadrant? ومديني choices زي ما احنا شايفين. زي الاكزامبل اللي في السلايد اللي فات هنا هنتعامل مع الباي بالديجري major وهنحط مكان الباي 180 فهيبقى عندي 25 تايمز 180 اوفر 9 الريزلت هتكون 500 طبعا الانجل اللي ب 500 دي كده bigger ذان 360 مش هقدر احدد الكوادرنت فبنعمل ماينس 360 الريزلت ويل بي 140 ديجري وطبعا كده الانجل هتبقى في second كواد نمبر 2 if the sum of measures of the interior angles of a regular polygon equals 180 ديجري تايمز ان ماينس 2 دي كده رول كنا خدناها في first بريب بقدر أجيب بيها sum of measures of the interior angles لأي polygon وهنا بيبقى عندي n زي ما احنا شايفين where n is the number of its sides then the measure of the interior angle in radian of the regular pentagon يبقى هو عندي regular pentagon وعايز أجيب الميجر لكل interior angle بس بالراد أو بالradian measure أول حاجة لازم أجيب sum of the interior angles للpentagon بالرول اللي معانا ديت اللي هي 180 times ان اوفر 2 if the sum of measures of the interior angles of a regular polygon equals 180 degree times n minus 2 الرول دي يا جماعه خدناها في اولى اعدادي وكنا بنستخدمها عشان نجيب sum of the interior angles لاي polygon وال n هنا number of sides of a polygon زي ما هو مكتوب كده where n is the number of its sides then the measure of the interior angle in radian of a regular pentagon equals pi over 3 7 pi over 2 3 pi over 5 2 pi over 3 عشان اجيب الانجل اوف ريجولار بنتاجن بالراديان ميجر لازم الاول اجيب السم اوف الانتيرير انجلز بالرول اللي موجوده عندي في البروبلم فعشان كده مكتوب عندي السم ايكوالز 180 تايمز البنتاجن هاز 5 سايدز عشان كده هنا حطينا مكان ال n 5 يبقى 180 تايمز

اللي هي x ديجري اوفر 180 ديجري ايكوالز سيتا راد اوفر باي طب انا عايز اجيب الانجل بالراد الانجل بالراد هتبقى ايكوالز هعمل كروس هيبقى x ديجري تايمز باي اوفر 180 هنعمل ريبليس هحط مكان الاكس ديجري 108 108 تايمز باي اوفر 180 بس في حاجه هنا عايزين نقولها زي ما احنا شايفين اللي كلها فيها باي يبقى انا هنا لما اجي اطلع الريزلت ما حطش π على الكالكULATOR. سيب الπ زي ما هي وعمل على الكالكULATOR 108 over 180. النتيجة هتطلع لي 3 over 5 وبعد كده هنحط الπ فيبقى 3π over 5. اللي هو Choice Letter C. Another example: Two angles, the sum of their radian measures equals 3 and 1 over 7 rad, and the difference between their degree measures equals 30 degree. find the measure of each of them in degree and in radians. لو بصينا كده هنا عندي تو انجلز مديني الصم بتاعهم بالراديان measure ومديني كمان الديفرنس بينهم بالديجري measure طبعا هنا لازم احول يا اما من الديجري ميجر للراديان measure او من الراديان ميجر للديجري measure عشان اقدر اجيب الميجر لكل انجل تعالوا كده نحول الصم اللي هو مديهولي بالراد نحوله لديجري ميجر طب ايه الرول اللي بستخدمها عشان احول من راد لديجري اكس ديجري ايكوالز سيتا راد تايمز 180 اوفر باي ومكان السيتا راد هنحط الانجل اللي بالراد اللي مديها لي اللي هي 3 اند 1 اوفر 7 فهتبقى ايكوالز 3 اند 1 اوفر 7 تايمز 180 اوفر باي ات ويل بي 180 يبقى انا كده عندي التو انجلز الصم بتاعهم 180 ديجري والديفرنس بينهم 30 ديجري تعالوا نسمي التو انجلز اللي عندنا في الكويستشن نسميهم A و B اوكي okay. طب انا كده عندي الصم وعندي الديفرنس بالديجري هنقول ميجر انجل A بلس ميجر انجل B ايكوالز 180 ديجري وهيبقى ميجر انجل A ماينس ميجر انجل B ايكوالز 30 ديجري انا كده كان عندي تو ايكويشنز اقدر احلهم simultaneously علشان اجيب ميجر انجل A او ميجر انجل B طيب فاكرين في ثيرد بريب كنا خدنا الاوميتنج ميثود اقدر احل التو ايكويشنز بالاوميتنج ميثود وهلاقي ميجر انجل بي هو اللي هيتكنسل ميجر انجل بي بالبوزيتيف وهنا ميجر انجل بي بالنيجاتيف هيتكنسلوا مع بعض 180 plus 30 ات ويل بي 210 ديجري وطبعا من الايكويشن اللي قدامي دي اقدر اجيب ميجر انجل اي بان انا هودي ال2 للرايت هاند سايد بالديفيجن هيبقى ميجر انجل اي ايكوالز 105 ديجري طيب انا دلوقتي اقدر اجيب ميجر انجل بي يا اما من الايكويشن دي او من الايكويشن دي تعال نجيبها من الايكويشن اللي فيها بلس عشان ما نتلخبطش هحط هنا مكان ميجر انجل اي 105 وهوديها للسايد الثاني بالنيجاتيف هتبقى ميجر انجل بي ايكوالز 180 minus 105 ات ويل بي 75 ديجري أنا كده جبت الـ أنجلز angles بالـ degree ناقصني إن أنا أجيبهم بالراديان ميجر measure، طبعًا بالرول اللي إحنا بنستخدمها عشان نحول من أي سيستم للسيستم التاني هنحول، هيبقى major أنجل A in radians equals، عندي major أنجل A 105 يبقى equals 105 times pi over 180، يوزنج كالكليتر ده كده هيبقى major أنجل A in radians 1.83 rad. برضو بنفس الطريقة هجيب major angle b هتبقى equals 75 times pi over 180 it will be 1.31 rad وده كده required اللي في الproblem and by this example we have come to the end of our lesson thank you and see you later in another lesson